الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المتخصص بالشأن الإيراني الأستاذ محمد المدحجي. أستاذ محمد، بداية مرحبا بك. وكالة رويترز تقول إن حملة تضليل إعلامية تشنها إيران ضد الدول المعادية لها، هل من شواهد ملموسة ومعلومات أكثر حول سلاح إيران الإعلامي؟ في البداية تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام. حياك الله. طبعا إيران لم تخفي دائها لمن يجابهها في الإقليم، خاصة المملكة العربية السعودية أو دول عربية وغير عربية أخرى، وتوجه وسائل إعلامها من القنوات إلى الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، الحسابات الوهمية غير المعروفة، والقنوات الطائفية التي تبث من إيران أو من جنوب لبنان، من ضاحية بيروت الجنوبية، منها قناة كوثر. أنا لا أريد أسميها حتى لا تكون مشكلة قانونية بهذا الجانب. تبث ليل نهار الكراهية والطائفية ضد ما تسميه إيران الوهابية، ولا تفرق ما بين الأطياف التي محسوبة على أهل السنة، وتصف جميع أتباع مذهب التسنن بأنهم من أتباع السعودية أو ما تسميهم إيران الوهابية، وتعمل على ذلك بشكل كثيف. نرى ذلك في العراق أو في لبنان أو في سوريا، وحتى في بعض دول الخليج منها الكويت. وإيران توظف هذه الأدوة الإعلامية، وبعض الأحيان نرى أن هناك دواوين في البحرين أو في ومجالس في الكويت تعمل على نشر الكراهية ضد الطائفة السنية. فهذا المشروع الإيراني يعتمد على التضليل، لأنه دون التضليل لا يمكن لمشروع الإيراني أن يمرر مجرد بغطاء قومي فارسي، لأنه إيران تستخدم المذهب لأن تصبغ مشروعها القومي الفارسي بصبغة مذهبية وتصفها بالإسلامية. طبعا ما تأثير الإعلام الموجه من قبل المخابرات الإيرانية على الشعوب الموجهة إليها هذه الوسائل الإعلامية؟ للأسف خلال السنوات الأخيرة رأينا ولمسنا تأثيرا في بعض الدول من هذا الجانب تحت مسمى بين القوسين المقاومة المزعومة، التي إيران تزعم أنها تحارب إسرائيل، واستطاعت من خلال هذه الشعارات التي تتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي تمرر رسائلها السامة وتزرع لها أذرع في دول عدة، حتى في المغرب وفي تونس وفي الجزائر، الذي المحاولات الإيرانية أدت إلى احتجاجات وصدامات في الجزائر. قبل ما يقارب 6 أشهر سقط ما لا يقل عن 14 قتيل فيها في الجزائر بسبب الصراع الطائفي الذي إيران استثمرت فيه في إحدى مناطق في شرقي الجزائر بالقرب من الحدود التونسية. موقع فيسبوك أغلق 82 صفحة ترتبط بالحملة الإيرانية في شهر أيلول الماضي. إلى أي مدى ترى أن حربا إعلامية ربما بدأت تلوح في الأفق، ابتدأت من هذه المرحلة؟ يعني هذه المحاولات وإغلاق بضعة عشرات من الحسابات أنا أراها تشكل تأثيرا، ستؤثر بشكل كبير على المشروع الإيراني. وإيران لديها مئات الآلاف من هذه الحسابات على الفيسبوك وتويتر والإنستغرام وباقي وسائل التواصل الاجتماعي. لا يزال نحن لم نلمس مشروع مؤثر لردع إيران إعلاميا. طبعا هناك محاولات أمريكية من جانب إدارة ترامب لردع المشروع الإيراني، لكنه بسبب الانقسام الواضح في الإدارة الأمريكية، نرى أن الجانب المقابل لترامب أي الديمقراطيين، وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، أوباما وغيرهم، يدعمون إيران بشكل كبير وواضح وعلني، ويقولون بأنه المشروع الإيراني هو الذي دحر الإرهاب وداعش وغيرها من هذه التسميات. فالمشكلة تقع في الغرب نفسه، أنه جزء من الغرب وجزء من الدول الأوروبية، ألمانيا فرنسا وبريطانيا، تدعم المشروع الإيراني، والأذرع الإيرانية وجماعة حزب الله ينشطون بشكل كثيف في بريطانيا وفرنسا
وهولندا، يعني كل هذه الدول الآن أصبحت ساحة للمشروع الإيراني، ولا جدية في الجانب الغربي لردع هذا المشروع. نشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف من لندن المتخصص بالشأن الإيراني الأستاذ محمد المدحجي.